طب بقول لكم ايه بقى، انا راهنكم واحد واحد انه بعد المقابله دي هيعيني مديره المدرسه. مش واسعه شويه دي يا صدفه؟ واسعه ليه يا اختي؟ مالك مستقليه بخالتك كده؟ جرايه مريم في ايه؟ وانت من اعضاء النجاح ولا ايه؟ اعداء يا خالته، بالدال مش بالضاد. المهم ان انت عارفه كويس قوي انا عايزه اقول ايه، صح ولا غلط؟ وافضلي بقى كل شويه عدلي عليا زي ما متعنت طلعت بالته مش بالدال. طب ما انا عارفه ان هي بالته. امال قاعده تنطي لي كل شويه في اللايف وانا بتكلم عماله تقول لي بالدال بالدال. انت هتحمرقي يا صدفه؟ انت اللي كنت بتقولي كده والفيديو موجود ويشهد. بس ارحموني، كفايه رغي انتوا الاثنين. ايه؟ ما حدش حاسس بيا في البيت ده؟ حرام عليكم، حسوا بيا وقدروا اللي انا فيه. في حنان ملك ما توحدي الا في ايه؟ لا اله الا الله، يا ساتر يا رب. وبعدين بدل ما تفرحي لي، ده انا عماله بتكلم عن انجازاتي. انجازات ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي فيها؟ بقول لك الوليه مضت الواد على مؤخر ربع مليون جنيه، تكلميني في انجازاتك؟ ابني بيضيع مني يا صدفه. ابني ده نايا يا ناس. طب بس والنبي ما تعملي في نفسك كده. وبعدين يا اختي لما انت عارفه ان هو ابنك ضناكي حبيبك، كنت عامله له عزلي بره بعد الشر عليه. خلاص نعمل ايه يعني؟ نذبحه؟ الواد جه وعرف غلطه وخد رضايا ورضا ابوه. بس ايديا وبس ايد ابوه يا حبيبي، بس مقطع نفسه عياط في الاوضه، الولا في كتابها هيضيع مني، حد يشوف لي حل يا ناس. طب ماليش في نفسك كده يا حبيبتي، والله العظيم. طب صدقي وتؤمني بالله؟ لا اله الا الله، كل حاجة في الدنيا دي ليها حل. ربنا بيخلق المشكلة وبيخلق لها ألف حل جنبها. ماشي، أنا بقى عايزة حل واحد من الألف اللي عندك دول. ما أنا قلت لك قبل كده يا حنان، بس أنا كلامي في البيت ده ما بيتسمعش. إيه؟ ودي حمادة. نعم. قوم يلا، هات لي الأكونت بتاع الزفت اللي هي كانت متجوزاه قبل كده. علاء؟ أيوه علاء. هو في غيره؟ علاء الصافي، علاء فوزي، في ثلاثة من العلاء، أطلعهم من بيرهم ازاي ده؟ طب قوم يا اخويا، قوم نادي لي صنصان من جوه. لا بلاش صاصة يا صدفة، كفاية، ارحميني يا اختي، أبوس إيدك مالكيش دعوة بصاصة. طب صلى على النبي يا اختي، صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. طب يا جماعة، أنا في حاجة مخبياها عنكم هتوصلكوا العلاء ده. وأنتِ مخبية أنتِ كمان يا منيلة على عينك. هو من فترة كده بعت لي طلب إضافة على الفيس، لكن أنا طبعًا حلقت له. بعت لك طلب إضافة ليه؟ انت كان في بينك وبينه حاجة؟ ما هو كده في الرايحة والجاية كان بيبص لي كده نظرات غريبة، بس أنا طبعًا كنت بنفض له. يا نهارك أسود ومنيل، وما قلتليش ليه يا بنت؟ خلاص خبيتي. يا بنتي يا حارس، أنتِ هتطلعي همك في مريم؟ البنت ذنبها إيه؟ بقول لكم إيه؟ هاتولي أكونت الواد ده وسيبهولي، أنا هتصرف معاه. وأنت عايزة إيه من الواد ده يا صدفة؟ هكون عايزة منه إيه يعني يا جوز أختي؟ عايزاه يروح يقدم بلاغ في الحيزبونه اللي تحت ويقول انها اتجوزت صاصة في عز شهور العده. وانت فاكره يعني ان الواد ده ما كانش يعرف بموضوع الجوازه بتاعت نجوى وصاصة؟ ده انت طيبه قوي. ايوه صحيح، دي اللي تنزغد كانت منزله صورتها على الفيس هي والولد صاصة. انت ما شفتهاش؟ شفتها حنان، ودمي فار. ده انا دمي اتحرق اكتر منك كمان. بس ده مش معناه يعني ان هو يكون لازم نشوف الصوره. هو ممكن تكون هي مثلا ماسكه عليه زله علشان تخرسه وما يفتحش بقه، بس برضه ممكن تكون عامله له بلوك وعشان كده ما شافش الصوره. انا اللي هيجنني هي اللي قلبت على صوره بالسرعه دي ما لحقتش تتبسط معاه. يا نهارك اسود ولع. بيهزر يا حنان، بيهزر. قوم يا اخويا، قوم افتح الباب. وربنا معايا، مش دوري يا اختي. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.